إنفينكس عدا جهاز لإرضاء المستخدمين. السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوة. آخر التسريبات تقول إنه شركة إنفينكس تستعد للإعلان عن جهاز جديد هو إنفينكس زيرو الفايف جي اللي سامعين به، لكن هذا راح يجي نسخة الثلاثة وعشرين أو نسخة الاثنين وعشرين. هذا الجهاز ما توقع 22، ليش؟ لأنه إحنا نهاية السنة، فنسخة 23. هذا الجهاز أكثر شيء اللي شفته به حلو حقيقة، انه هذا الجهاز راح يجي بمعالج من الدايمنسيتي ال 1080. هذا المعالج واحد المعالجات القويه المتوسطه، ممكن راح يشغل لك 60 فريم وبالمرتاح، يعني نفس الزيرو 5G النسخه السابقه اللي يشغل 60 فريم كان سعره كلش رخيص، مع انه هذا الجهاز يجينا بشاشه اللي تسريبات تقول راح يجي بشاشه من نوع سوبر اموليد. انفينكس نزل سوبر اموليد، شاشه بها مو قطرة الندى، لا بها ثقب للكاميرا الأمامية. الكاميرات الخلفية اللي راح تكون بهذا الجهاز، كالعادة شركة إنفينكس ما راح تعتني بكاميرات هذا الجهاز، راح تخليه له 50 ميجا بكسل و8 و2 ميجا بكسل. 50 حلوة إذا اعتنت بالسوفتوير مع الهاردوير، يعني صار تنسيق راح يكون عندك تصوير حلو بالنسبة للجهاز. أما بالنسبة للمعالج اللي راح يكون بذاكرة 256 ستاندر مع الرام 13 و8 يضاف إليه 7 أو 5 جيجا، هاي الإضافات اللي تكون من ذاكرة داخلية، فراح يوصل لي 13 جيجا، لأن بالتسريبات قلت 13 جيجا زائد 256. هذا الجهاز راح يكون، احنا قلنا الشاشة راح تكون من نوع سوبر أموليد، الشاشة راح تكون بعض التسريبات تقول شاشة 6.78 وبعض التسريبات تقول شاشة تكون 6.81، يعني شاشة كبيرة مو شاشة صغيرة. اما بالنسبة لللمس راح يكون 240 هرتز بالنسبة لسرعة اللمس. هنا عندك معدل تحديث الشاشة راح يكون 120 هرتز، واللمس راح يكون هنا 240 هرتز، يعني الأرقام جدا حلوة بهذا الجهاز. نعم هذا الجهاز راح يجي بكاميرا أمامية هي 16 ميجا بكسل. أما بالنسبة للبطارية راح تكون بطارية 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع 33 واط. جسد الجهاز بشكل عام أو البادي مال الجهاز بشكل عام راح يكون أتوقع من البلاستيك، هو شيء شغلة أكيد، لكن الديزاين نفس الـ 5G ومعدل عليه. شكل الكاميرات الموجودة بالصور التسريبات شكلها حل كلش حلو. الترتيب التنعيم او اللامع الظهر اللامع راح يكون بالجهاز، اذا صحت الصور اللي موجوده بالتسريبات راح يكون واحد من الاشكال الحلوه المرموق. نعم هذا جهاز قد سعره راح يكون، راح يكون ب 300 او 239 دولار، قريب ال 360 او 350 الف عراقي، تقريبا نفس السعر اللي انطرح به او اقل تقريبا ب 6 الى 7 دولارات، لكن طرح الجهاز ب 245 دولار، هذا راح ينطرح ب 239 دولار. انا اشوفها جماعه البابجي، جماعه الاجهزه المتوسطه او جماعه الاقل من المتوسطه، واحد من الاجهزه ذات خيارات حلوه. شركه انفينكس اذا مستخدم واجهتها اكيد راح تجرح هذا الجهاز وشغلتك جدا ممتازه، خاصه اذا شغلت 60 فريم. اما اذا انت ما تحب واجهه انفينكس لا ما راح تستخدم هذا الجهاز. فهذا الجهاز اذا اجانا بهذا السعر يعني قريب 350 الف عراقي، انا اشوف صفقه جدا ممتازه مع المعالج الدايمنسيتي الجديد والسعر المناسب. نهايه الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه، وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله، تحياتي لكم.